تعالوا نروح للأهم، مشوار الأهلي في كأس العالم. وقبل ما استعرض معاكم خريطة المشوار، خلينا نتفق إن كل ماتشات الأهلي في بطولة كأس العالم لازم تكون صعبة. كل الفرق بتشارك في البطولة دي وعندها طموح مهما كانت إمكانياتها، وخصوصا طبعا إنك بتبتدي مشوارك مع أوكلاند سيتي، أكتر فريق مشاركة في البطولة دي. يعني أوكلاند سيتي في المركز رقم واحد من حيث عدد مرات المشاركة، وراه على طول الأهلي اللي بيشارك للمرة الثامنة. تعالوا مع بعض نستعرض مشوار الأهلي في البطولة. ومن حسن الحظ، ودي وجهة نظر، يعني دي مش معلومة، دي وجهة نظر شخصية بحتة، تختلف وتتفق معها كما شئت، لكن أنا بشوف أنه المباريات الأسهل نسبيا هي اللي جت من حظ النادي الأهلي، وبالتالي أملنا كبير جدا في النسخة اللي جاية من بطولة كأس العالم. البداية وانطلاقة المشوار للأهلي هتكون يوم 1 فبراير أمام أوكلاند سيتي، وهنا خلينا نتفق أن دي المباراة المفتاحية. أعتقد أنه فرص الأهلي حسابيا ورقميا ومن حيث الإمكانيات ومن حيث القدرات ومن حيث الخبرات في والأرقام والإنجازات حققت في البطولة، طبعا كفة الأهلي أرجح بكتير من أوكلاند سيتي. خلينا نتفق، احنا قلنا كل الماتشات صعبة، أنا بتكلم إنه ماتشات الأهلي ممكن تبقى أسهل نسبيا، لكن ده مش معناه إنها ماتشات سهلة. لو إن شاء الله بإذن الله نجحنا في تجاوز أوكلاند سيتي هنتأهل للمباراة الثانية أو للجولة الثانية، ودي هتكون بعدها بثلاث أيام، وتحديدا يوم 4 فبراير هنواجه سياتل ساوندرز فوتبول كلاب الأمريكي. وأعتقد برضو إنه مقارنة ب يعني مشوار الأهلي في البطولة ومقارنة بالماتشات اللي لعبناها، لا لعبنا ماتشات أصعب من كده بكتير، وبالتالي تعتبر إلى حد كبير برضو مواجهة مفترض إنها في المتناول. ده مش معناه إنه ماتش سهل، أكيد ماتش صعب، لكن بقول أفضل بكتير ما تقابل فلامينجو، أفضل بكتير ما تقابل الهلال، أفضل بكتير ما تقابل ريال مدريد. لو نجحنا في تجاوز سياتل ساوندرز هنا تأهلنا مباشرة للدور قبل النهائي. على الناحية التانية الوداد الوداد المغربي هيلاعب الهلال في الدور قبل النهائي، والفايز منهم هيتأهل لمواجهة مين؟ فلامينجو البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي. ثم إذا ما فاز الأهلي على سياتل ساوندرز إن شاء الله يبقى هيتأهل لمباراة يوم 8 فبراير في مواجهة ريال مدريد، مباراة الدور قبل النهائي. كده الفايز من الوداد والهلال هيلاعب فلامينجو في الدور قبل النهائي، والأهلي بإذن الله إذا ما تجاوز أوكلاند سيتي وتجاوز سياتل ساوندرز هيلاعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي. ودي طبعا العقبة الوحيدة قدام الأهلي، أو العقبة الأكبر والأصعب قدام الأهلي عشان يقدر يكسر أو يتخطى إنجازاته اللي حققها قبل كده بالفوز بثلاثة برونزية. إذا ما نجحت في فوز على ريال مدريد هنا بتوصل للمباراة النهائية، لأغلب الظن يعني هتكون في مواجهة واحد من ثلاثة، مش هقول مين، فلامينجو، الهلال، الوداد السعودي، الوداد المغربي. وهنا أعتقد تبقى فرص الأهلي كبيرة جدا، لكن طبعا شرط تجاوز ريال مدريد. وقبل الريال عندك سياتل ساوندرز وعندك أوكلاند سيتي.